بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في السياق. لدينا اليوم سياق اللي هي ظروف المكان. عنا ظروف المكان، سوف ندرس ثلاث سياق. ظروف المكان كثيرة، فوق تحت الكثير، لكن اليوم سوف ندرس ثلاث سياق اللي هي عنا بين وعنا وعنا. الآن نبدأ بكلمة بين. من يعطيني جملة فيها صيغة اللي هو ظرف المكان بين؟ يلا. نعم، تجلس أميرة الأقام بين هدى. بين هدى وعمر. تجلس أميرة الأقام بين هدى وعمر. أحسنت، بارك الله فيك. جملة أخرى. نذير، تقع الجزائر العاصمة. جملة ممتازة. بين تونس والمغرب. الآن ننتقل إلى كلمة يمين. يمين ويسار. على يميني أختي لعبة. على يميني أختي لعبة أو هدى. تجلس ليلى يمين ليلى. من ليلى؟ ممكن أن نقول تجلس هدى يمين أميرة ويسار ليليا. ليليا، نعم أحسنتي. إذن هاته هي السياق. عندنا ثلاث سياق: كلمة بين، يمين ويسار. أحسنتم، بارك الله فيكم.